حقيقة جريمة غسل الأموال هي جريمة اقتصادية وجريمة مركبة، لا تقوم هذه الجريمة مستقلة إلا بناء على جريمة سابقة لها، وهي طبعا مجموعة من العمليات المالية التي يقوم بها الشخص بمفرده أو بمشاركة آخرين لتحويل هذه الأموال غير المشروعة إلى مال مشروع، حتى يظهر أمام الدولة أنهم مكتسب من أعمال شرعية. بطبيعة الحال هي من الجرائم الاقتصادية المستحدثة، وهي جريمة خطرة جدا على العالم، ليس فقط على دولة معينة. من هي أطرافها؟ أطراف هذه الجريمة اللي هو الفاعل الأصلي أو الفاعلين، وهم غالبا جرائم عصابية منظمة.